الأداء الإعلامي بشكل عام عليه ملاحظات كثيرة الفترة اللي فاتت، ما بين إنه إحنا بنقول الإعلام مش حر، اللي فيه مطالبات بتطهير الإعلام بشكل عام، ناس بتتكلم على إنه الإعلام أحياناً بيبقى مضلل وبيزيف الحقائق، ناس تانية بتقول الإعلام ساعات بيبقى مستفز وبيقصد إنه يحشد الناس وبيقصد إنه يستفز مشاعر المواطنين. ما بين كل الآراء المختلفة دي، خلونا نعرف الإعلام أكيد ليه دور معين لازم يقوم به خلال فترة الانتخابات، ومش المفروض انه يحيد عنه، لانه اي انحراف عن هذا المسار معناه انه هو بيدعم طيار عن طيار تاني، او انه هو بيضلل الناس لصالح طيار معين. خلونا نعرف لجنة تقويم الاداء الاعلامي دورها ايه خلال انتخابات مجلس الشعب اللي خلاص هتبتدي بكرة. من ضيفتنا اللي بتنورنا النهاردة في الاستوديو دكتور هويدا مصطفى، وهي أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومدير برنامج الإعلام والتنمية بالأهرام. نهارك سعيد يا دكتور. نهارك سعيد. أنا بس عايزة نفهم كده بشكل عام، المفروض أن الإعلام دوره بيبقى عامل إزاي في وقت زي انتخابات مجلس الشعب؟ الحقيقة أنا عجبتني مقدمة جميلة اللي حضرتك قلتيها، أن الإعلام بالفعل ليه دور مهم جداً في طبعا تشكيل الرأي العام أو في توجيه الرأي العام والتأثير عليه. عشان كده احنا بنقول ان الاعلام هنا دوره هو، يعني ما بقولش ان هو بمجرد ان هو بيقوم بادوار او وظائف، لكن هو بيقوم او بي يعني بمسؤوليه معينه، خصوصا فتره الانتخابات اللي احنا يعني بنمر بيها، واللي هي حقيقي يعني نقطه فارقه في تاريخ مصر بالكامل، يعني لان هي اللي هتاسس نظام سياسي هو اللي مصر هتمشي عليه، وهي نقطة التحول الديمقراطي اللي احنا بنسعى ان شاء الله ان احنا يعني نجتازها رغم كتير من الصعوبات، وفي جو زي ما حضرتك شايفة مشحون بالمشاكل وبالصدمات وبالاختلافات السياسية. فكل دي طبعا بعض يعني التحديات اللي الإعلام بيواجهها في أداء دوره أثناء العملية الانتخابية. طبعا المسؤولية اللي بتقع على وسائل الإعلام، وأنا بتكلم هنا على الإعلام بشكل عام، لأن أحيانا كثيرة بنتكلم على تقسيم الإعلام لإعلام رسمي وإعلام خاص، ويعني الحقيقة أن احنا في هذا يعني الظرف وفي ظروف اللي هو الانتخابات البرلمانية اللي بنشهدها في هذه الأيام، هو يعني مسؤولية بتقع على جميع وسائل الإعلام. طبعا لو جينا نقيم الأداء الإعلامي أو الوظائف اللي المفروض تقوم بها وسائل الإعلام، الحقيقة أنه هو يعني دور بدأ من فترة طويلة، من أول الحديث عن يعني الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر. أنا لدي هنا مسؤولية كبيرة جدا، عندي يعني مهام بأؤديها للمجتمع ككل، سواء للناخب أو للمرشح أو للنظام السياسي بالكامل. فطبعا المفروض هنا وسائل الإعلام مسؤوليتها تجاه الناخب إن هي تقوم بالوظيفة، وظيفة طبعا التوعية، وظيفة التثقيف، خصوصا هذه الوظيفة في هذه الفترة بالتحديد أو في البرلمانات، في برلمان 2011 مهمة. ليه؟ لأننا أمام يعني مشهد مختلف تماما، نظام انتخابي جديد بالكامل، عندنا قوانين صدرت على يعني خاصة سواء بمباشرة الحقوق السياسية، أحزاب جديدة ظهرت في الساحة، ائتلافات، اندماجات من بعض التيارات السياسية، عندنا مشهد يعني مختلف تمام. فطبعا كل هذه التغيرات، إن أنا كناخب أو كمواطن عادي محتاج إن أنا أعرف إيه حدودي، إيه مسؤولياتي، كيف أختار المرشح اللي بيمثلني، فما هو طبيعة النظام الانتخابي اللي احنا مقبلين عليه ما بين قوائم وفردي. فبالتالي هنا أول وظيفة من يعني التوعية بالعملية الانتخابية، التوعية بالعملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، لأننا في هذه المرة بالتحديد عندنا نظام مختلف، عندنا عدة مراحل هتمر بها الانتخابات، التصويت أصبح دلوقتي على يومين. طبعا كل هذه الجوانب الإجرائية والتنظيمية للانتخابات وسائل الإعلام عليها دور كبير جدا في تثقيف الناخب، عليها دور في توعية الناخب كيف يختار، يعني كيف صوته، ده صوته مهم جدا في هذه الظروف بالتحديد، من هو المرشح الجدير إن هو يختاره، كيف يعني لا يعني لا يدع احد يزيف هذا الصوت او ان هو يستخدم هذا الصوت، لان الصوت الانتخابي اصبح ليه يمكن قيمه دلوقتي مضاعفه عن اي انتخابات سابقه. وطبعا ليه وسائل الاعلام غير وظيفه التثقيف والتوعيه، انا بشوف ان ليها دور مهم جدا، مش عايزه اقول رقابي، ولكن
دورها في متابعة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، سواء من أول الاستعداد أو يوم الانتخابات نفسها في التغطية المباشرة للعملية الانتخابية، هي ليها دور مهم جدا في كشف بعض السلبيات اللي بتحدث أو كشف أوجه فساد من الممكن أو أوجه خروج عن المعايير القانونية أو الضوابط، مثلا ما يتعلق بالدعاية الانتخابية مثلا، أو يعني ما يتعلق بانتهاك بعض القوانين، فهنا ليها دور رقابي مهم جدا. وطبعا الإعلام كمان هو في قانون أو تم إتاحة الفرصة للمرشحين بأشكال مختلفة إن 5 دقائق يشرحوا برنامجهم الانتخابي ويعرفوا بنفسهم ويقدموا نفسهم. ده معناه إنه لازم تبقى 5 دقائق لكل الناس، مش معناه إن حد ياخد 10 دقائق وحد ياخد 5 دقائق. لا، عايزين نتكلم هنا في معايير بقى، إحنا هنا بنتكلم على معايير المهنية المفروض الإعلام بيلتزم بها تجاه المرشحين. طبعا هنا انا بتكلم عن يعني في حقوق للمرشح ايضا طبعاً. من حقه ان هو يوصل بالبرنامج بتاعه للناخبين، ان هم يتعرفوا على فكر هذا المرشح او اذا كان بيمثل تيار او حزب معين. فطبعا هنا من اهم المعايير والضوابط المهنيه اللي بتكلم فيها على مسؤوليه الاعلام ان هو يلتزم بما بنقول عليه التوازن. التوازن بمعنى ان انا اتيح يعني فرصه متساويه ومتكافئه لجميع الاحزاب او القوى السياسيه اللي هي مطروحه او المرشحين ان هم يعني يصلوا ببرنامجهم الانتخابي الى الجمهور. بمعنى ان انا بدي فرص هنا متساويه، وده بتتحدد في القواعد الخاصه بالاداء الاعلامي، ان لابد ان يكون في فرصه متساويه لكل الاحزاب ان هي تطرح يعني رؤيتها، وبالتالي وسائل الاعلام هنا عليها المسؤوليه الكامله، خصوصا اذا تحدثنا عن اعلام طبعا الدوله على اعتبار ان هو بيمثل كافه التيارات او المتواجده داخل المجتمع، ان هو عليه هذه المسؤوليه يمكن تكون هنا مضاعفه، ان عليه ان هو يعني يركز او يتيح هذه الفرصه للمرشحين او الاحزاب المختلفه. طب انا عايزه اعرف لجنه تقويم الاداء الاعلامي دلوقتي، اللجنه دي دورها رقابي حيث انها ممكن تمنع قناه من انها يعني تكمل بث المواد اللي هي بتعرضها، ولا بس دورها استشاري بمعنى بتقول لا يا جماعه بلاش تعملوا كده تاني وخلاص، واللي عمل كده تاني عمل، اللي ما عملش هو حر؟ يعني دور اللجنه ايه؟ هي الحقيقة طبعا اللجنة يعني لجنة تقويم الأداء الإعلامي يمكن بنسميها تقويم، لأن الهدف منها مش مجرد أن هي رصد، يعني طبعا ده جزء ومهمة ومسؤولية كبيرة لهذه اللجنة لأنها مكونة من خبراء الإعلام ومن شخصيات عامة، فلديهم الرؤية كيف يدير الإعلام العملية الانتخابية وما هي المسؤوليات وما هي محددات هذا الدور، سواء بالنسبة للإعلام الخاص أو الإعلام، عندنا كمان إعلام الإعلام اللي بنقول عليه الإعلام الرسمي. فبالتالي هذه اللجنة يعني هي وكمان الإعلام الإقليمي لأنه ليه دور مهم جدا بالنسبة بقى للمرشحين الأفراد اللي هو في النظام الفردي، بيتاح ليهم فرصة أن هم يعبروا عن رؤيتهم وبرامجهم. فبالتالي هذه اللجنة بتقوم بمتابعة، مقسمة للجان، لجان يعني علشان يعني كل لجنة بتختص ب يعني مجموعة أو يعني معينة من النوعية معينة من البرامج ومن المحطات. فبالتالي هذه اللجنة فيما يتعلق بطبعا إعلام الدولة أو الوسائل الإعلام الرسمية هي بتعد هذه التقارير بشكل دوري عن الأداء الإعلامي، وبيتم طبعا رفعها لاتخاذ إجراءات الخاصة بالتجاوزات. أعتقد أن هذه الصلاحيات طبعا يعني صلاحيات كبيرة فيما يتعلق بالإعلام طبعا اللي هو الإعلام الخاص باتحاد الإذاعة والتلفزيون أو اللي هو الخاص بالدولة. طبعا ما يتعلق بالإعلام الخاص هي بيبقى هذه التقارير نشرها وإذاعتها من الممكن هي تصحح مسار بعض القنوات الفضائية، لأن طبعا ما فيش سيطرة كاملة على هذه القنوات باعتبارها قنوات خاصة. لكن فيما يتعلق بالأداء الإعلامي لقنوات الخاصة بالدولة فهنا في صلاحية كبيرة لهذه اللجنة إن هي تصحح مسار، إن هي ترفع هذه التقارير ويتخذ إجراءات بشأن هذه التجاوز. طبعا عبال ما يتخذ التقارير تبقى المرحلة الثالثة خلصت، مش كده؟ يعني ما هو احنا عندنا عقدة برضو من التقرير اللي عبال ما يبصوا فيه ويتابعوا يقولوا هنعمل حاجة، هناخد اجراء ولا مش هناخد اجراء، بتكون انتخابات تقريبا المجلس خلصت. يعني انا قصدي انه لا صلاحيات يعني اللجنه مش صلاحيات سريعه وعندها سلطات. حضرتك ما تنسيش ان اللجنه في النهايه ايضا هي ليست لها سلطه تنفيذيه، يعني ما هي دي المشكله. احنا عارفين انه طبعا هي لجنه من خبراء من استشاريين
ولكن اعتقد ان في دلوقتي يعني الاتجاه لتكوين هذه اللجنه ويعني الاهتمام بادائها وتوفير لها يعني بعض الصلاحيات. بس هي موجوده من زمان لجنه تقويم الاداء العالمي. هذه اللجنه موجوده من الانتخابات السابقه طبعا، ولكن يمكن احنا في هذه المرحله بالتحديد عندنا يعني قدر اكبر من حريه يعني حريه النقد، وفي قدر اكبر من حريه التعبير، وبالتالي يعني في حرص من وسائل الاعلام ان هي تنتقل بقى، والا ما كناش يعني بعد الثوره اعتقد في انفتاح اكبر في الاداء الاعلامي، ومن ضمن هذا الانفتاح يبقى في الى حد كبير يعني أوكي. يعني احنا بنشوف دلوقتي طبعا يعني ما ننساش ان احنا في مرحله انتقاليه طبعا يعني. يعني كان اعلام بيسود تماما فكر واحد او اتجاه واحد او يعني زاويه واحده للرؤيه، لما يعني قامت ثوره 25 يناير اصبح في بعض الانفتاح. انا معاك ان لا يزال هناك بعض الفكر اللي هو يعني هناك بعض الملاحظات والانتقادات ما زالت على الاعلام يعني في كثير، واحنا شفنا في كثير من الاحداث كان في اتهام كبير جدا لوسائل الاعلام بالتحيز في بعض الاحيان في اخفاء بعض الحقائق، لابد من الاعتراف بده لتصحيحه كمان يعني. طبعا انا بجد ان ده يعني لا ينبغي اطلاقا ان احنا ناخده بحساسيه، لا الاعلاميين ياخدوه بحساسيه ولا القائمين على الجهاز الاعلامي، لاننا في مراحل انتقاليه، والمراحل الانتقاليه قد تخطئي فيها في كثير من انت بترسي نظام اخر وبتواجهي نظام كان موجود قبل ذلك بما فيه بقى من مقاومه للتغيير، فبالتالي الوقوع في الاخطاء ده وارد، والاعتراف بهذه الاخطاء هو ده اللي يعني جد. هيخلينا نصحح المسار. دكتور هايده، وحضرتك بتقولي انه على الاعلام الخاص ما عندكوش يعني في الاخر هتقولوا لهم بتبدلوا لهم تقرير هم كمان، ومفيش اي اليات لاجبارهم على الشيء، ولكن انا خليني اتكلم بمنتهى الصراحه، في قنوات سلفيه لا في حشد بيتم من خلال القنوات انه على فلان بعينه او ترتان بعينه في الانتخابات اللي جايه، وده شيء يعني لا يليق اعلاميا بالمره، بالعكس ده هم كمان بيشوهوا في صور المرشحين الاخرين، يعني ان كان انا مع الاخرين او مع الاشخاص ما بيتكلموا عنهم، بس يعني قناه من الاول الاخيره بتتكلم على مجموعه من الاشخاص وبتهين وبتضلل الناس على مجموعه تانية من الاشخاص. دوركم كلجنه تقويم اداء اعلامي هنا ايه، او يعني ايه الصلاحيات اللي ممكن؟ الحقيقه هو اللجنه هنا هي بتكشف هذه الممارسات، لكن الحقيقه انه يعني السماح بوجود هذه القنوات بالتحديد هي فيها خروج كبير جدا عن ما يمكن ان نتفق عليه بان لا يتم استخدام، وده في انتهاك لقواعد الدعايه الانتخابيه، اذا كانت الدعايه الانتخابيه بتقول انه لا يستخدم شعارات دينيه، فالاولى طبعا ان هذه الوسائل يعني لا تكون او يعني بتؤيد يعني او بتستخدم هذا العنصر اللي هو الديني والشعار الديني في انها تؤثر على المواطنين، وايضا كمان بتنتهك الضوابط الاخلاقيه للدعايه ان هي بتهاجم المنافسين او بتنتهك يعني بعض يعني الحاجات اللي هي المفروض ان هي لا تنتهك هذه او المنافسه تبقى ليها طبعا حدود في الوقت الانتخابي، انت بتعرض وجهه نظرك ما بتقعدش تشتم في وجهه نظر الثانيه يعني فيعني هو حقيقي دي طبعا اللجنه بتكشف عن هذا، لكن يعني هنا من المفروض ان يكون في يعني بالفعل تصرف مع هذه القنوات، وان يكون هناك هي طبعا حضرتك تعرفي ان كل هذه القنوات الفضائيه بتتبع وزاره الاستثمار، يعني في بعض القواعد يعني وده اللي بيخلينا بقى يعني لابد من، اعتقد دي مطالب اتقالت كتير انه يعاد النظر في التراخيص التي تعطى لمثل هذه القنوات، ويكون في بالفعل لجنه بتقيم هذه القنوات كلها الصلاحيه الكامله ان هي يعني ممكن تسحب تراخيصها تسحب رخصه هذه القناه، ده لابد يعني. يعني انا كمواطن بتقرير او اللي هتعمله لجنه تقييم الاداء الاعلامي، انا ممكن اخده اروح ارفع قضيه اسحب ترخيص قناه من القنوات الفضائيه اذا ثبت انها فعلا لا تلتزم بالقواعد الاعلاميه اثناء الانتخابات؟ طبعا من حق اي يعني زي ما بنشوف في الخارج مثلا، يعني من حق بعض الجمعيات الخاصه بالجمهور يعني من ممكن هي ترفع دعوه يعني قضائيه وتلاحق هذه المحطات. احنا بنتمنى ان هو يكون عندنا بالفعل لجنه تكون حريصه على هذا الامر ويكون ليها الصلاحيات الكامله انها يعني ايضا هذه القنوات اذا يعني تكون متابعه لادائها
وإذا ما حصل أي تجاوز، لأن هنا بيبقى في بعض القواعد اللي لابد مراعاتها داخل للتصريح لمثل هذه القنوات. تمام. وفي بعض القنوات بتاخد ترخيص يعني بقنوات عامة ثم بعد ذلك تصبح قناة مثلا دينية. تمام. فلابد من فعلا وقفة مع هذه طبعا لازم المحطة. رقابة، لأنه احنا كده مش ده اللي احنا محتاجين الفترة الجاية.